بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كانت أمي الله يمد بعمرها تحكي لي قصص عن الغولة وكيف كانت بأكل البشر مشغولة، بس لما يجي الشاطر حسن ويبدأ كلامه بالسلام تقول له وهي مبسوطة منه تمام، لولا سلامك ما سبق كلامك لكنت أكلتك وفصفصت عظامك. ولابد من قبل أي كلام نصلي على خير لنا صلى الله عليه وسلم. هذا يا سيدي لما أخذ أبو عزه المصاري وراح على البيت وما حدا من الجيران داري، سكر الباب وقعد يعدهم يصفن فيهم يفردهم ويمدهم. أول يوم ما راح على الشغل وضل طوال النهار بالبيت يفكر ويصفن ووشه بوش هالحيط، وصار الليل ومرته حطت له عشاء ليتعشى وقالت له قوم أنا وياك ناكل لقمة ونتدرج شوي ونتمشى. قال لك كلي أنتي، معليش أنا مالي غضراء، الظاهر انسدت نفسي من كتر مالي فرحان، قومي طعمي هالولاد والله أنا مالي جوعان. وقعدت هالمخلوقة تاكل لحالها وطعمت الأولاد وراحت نيمتهم قبالا، وصبرت عليه شي ساعة ساعتين وظلت عم تستنى لحتى نعست ونامت بعدين. وتاني يوم فاقت وقالت لحالها وينه هالرجال، وين متخبي، لأقوم اطمن عليه وشوفه ليش ما نام بجنبي. ونزلت بسرعة لتحت على قطة القعدة، لقيته رايح وأخذ معه بسكليتي والمدة. قالت لحالها بيكون راح الدكاني، يلا الله يرزقه ويفتح عليه ويزيده من فضله كماني. في هالأثناء دقها الباب وفتحت، لقيت جارتها وداد أم زاهر، هي اللي قلتلكن عليها الغنية. تفاجأت وتلبكت، هي ما في بالعادة تجي ولا ببالها الخاطئ. نورك ولا ضو القمر يا ميت أهلين وسهلين جارتنا الأكابر، صباحك فل وياسمين يا جارتي، كيفك سعاد وكيف جوزك والأولاد، تقبريني فوتي فوتي، والله زارنا النبي وحلت علينا البركة، هلا شطفت تحت الياسمينة نضيف ما في الوتكة، والله نورت الدار بهالزوار، دقيقة تقبريني لحط القهوة على النار. صارت وداد تتطلع لفوق ولتحت يمين وشمال وتتساءل كيف عايشين بهالبيت الصغير ومرأة ولاد ورجال، والمصيبة انه الكل مبسوط وعايش مو فرق معه الحال. وينك سعاد؟ لا تواغزيني بدي اسألك سؤال، انت كيف عايشة وصابرة على هالعيشة يا مسكينة؟ ايه تقبريني تفضلي اشربي قهوة، بيتك والله صغير وضيق ولازم ادهان وطينه، لك جوزك ما بينرفز ما بيطلع خلقه ما بيخاصم حدا ولا حدا بيخاصمه، والله معه حق، مره واولاد وبيت وكله لازمه، انا يلي عندي على طول مؤذيه ومو عاجبه، شو ما عملت له ما بينفع معه، شو ما دللته وشو ما طبخت له. انت مفكره انه بس يروح يضل يفكر فيكي هالدرسان؟ اي والله الرجال عقلهم بس بالمصاري والنسوان، بعدين خذي منهم على كذب ولسان حلو، بس قدامك يا الهي انت باينتك على نياتي ويا ما تحت السواهي دواهي. بنت خالتي ست ولا كل الستات جمال وقوام وحركه ونشطه، جوزها طلع حابب عليها وحده بيضه مثل القشطه. يا اختي شو بدك بهالحكي، الرجال بيحب يغير وما بيقدر يضل على وحدة بس بحياته وبيتكدر، لازم يكون في وحدة تانية يا حبيبتي إذا مو أكتر، وبتحسي آدمي ودبساته امرأة وعم تلعبي بعقله، وبيكون لافك تحت باطه وعم ياخدك ويجيبك وهو بمحله.
لا تواخذيني كثرت حكي معك بلا منقودية، تحمليني، ما عندي أولاد وما لي حدا فش قلبي إله بهالدنيا. لا لا خدي راحتك تقبريني، ما لي أبدا مزعوجة حبيبتي، وعم تسلى فيكي وبحكياتك يا جارتي. وبالعكس حكياتك حلوين، وبصراحة أول مرة أسمع هيك قصص، حسيت حالي كأني محبوسة وعايشة بقفص. والله من امبارح ما شفته، نام هون ما نام ما بعرف، واليوم من الصبح طلع لوين كمان ما بعرف. ديري بالك يا سعاد، مثل ما قلت لي خلي عيونك مفتحة، وهلا بدي روح، وإذا لزمك شي قولي لي، ولا تخلي حالك زعلانة ومكفحة. وهيك اجت هالحسودة لعند هالمسكينة، وما طلعت من عندها لخلتها قلقانة، ضلت تلعب بحالاتها لحتى خلتها زعلانة. أبو عزة وبرات البيت عم يدبر لشغلة مو مدري حدا فيها، هو من زمان حاططها بباله وجت على رجليها. وهيك رجع على البيت من غير عادته على أذان الظهر، وقعد له شوي وحمل حاله وراح أذان العصر. تاري قاعد يفكر ويغني موال من راسه لحتى سلطن وانطرب. والقصة يا سيدي طلعت انه بده يتاجر بالخشب. ايوه، وهو بيعرف مو شغلة هيني ان الواحد يصير تاجر، شان هيك حمل حاله وراح غوطة وصار يدور على المناشير. ما خلى جوبا زملكة حزة عين ترمى، وصل لسقبة وحمورة وكفر بطنة، وتعرف هنيك على كتير من تجار الخشب وشو انواع الكعاب والاشجار، وصار يشتغل وينام بالبرية ليعرف الصنعة شو فيها أسرار. ومرته أم عزه تستناك الليلة وقلبها مثل النار، وصار يجي كل يومين والتالت بس ليتحمم ويغير ويروح. ومين ما سأله عن قصته وسره إنه يبوح ما يبوح. والزلمة ما قصر مع أهل بيته وجاب لهم كل شي بالدنيا. وأم عزه يا مين شايفها طايجة وما لها أدانة تقعد بلا. وابو عزه بالغوطة صار اسمه المعلم ابو العز، ولما يفوت على مجلس كل العالم لاجله تفز، وصار له وزن بمحله وقدر وقيمة، والشريد يلي بده يعمل له عزيمة. صار جاياته على البيت كل ما لا تقل، ويا دوب بالجمعة مرة وما عاد مرة على المحل. ولما يجي يقعد يعد هالمصاري ويحسب يروح على الحمام، ويتحمم ويغير ثيابه وياكل وينام. وهيك لحتى كبرت تجارته بالخشب، وصار يجيب اليوم شي 100-200 طلب. راح وفتح محل كبير بالعمارة يبيع فيه الخشب بالجملة وأواتيل النجارة، وصار يقعد فيه لما يجي من الغوطة، يكتب ويسجل ويحسب ويطرح بشان تكون حساباته مظبوطة. هلأ بدكم تسألوني ليش كان بيعرف يقرأ ويفتح كتاب؟ ايه اخواتي، بيصغر وداوم له سنتين عند الكتاب. مو هون قصتنا، القصة كلها عن سعاد يلي بلشت تتوز بإذنها جارتها وداد. لأن هون بعد هالقصة تعرفوا على بعضهم منيح، وصاروا كل يوم يزوروا بعض يتحاكوا من فوق لسطيح. كل ما شافت سعاد قلبها عم يكوي نار وقتل هبال الفرن وإيدها على خد أو حاطة الحزن بالجرن، وبدال ما تصبرها وتقوي لها جرح تزيد نار على نار وتحط على الجرح ملح. شفتي يا جارتي، من وقت ما جاء لجوزي هالقرشين وغنينا كانت حالتنا حالي، وتغيرت هالحالة علينا، كنا عايشين وماشي حالنا والله ساتر علينا. روقي لا تزعلي ولا تنسي بدني، والله انت أصيلي وباين من معدني. لك ملحون على ديارنا هالرجال، يا مأمني برجاء يا مأمني المي بالغربة. وصارت كل يوم على هالحال تزن بإذنها وتكسر عليها، لحتى كان الهم لح يقتلها وتروح على القبر برجليها.
والهم يا أخي سرك بني آدم أصعب عليه من الموت. ويا صاحبي إذا عندك كلمة حلوة أقولها، وإذا ما عندها سكوت. إيه دريت سعاد إنه جوزها أخذ بيت كبير بالعيبة وعم يضبطه ويزوزه، وصارت عمرانة هالجيبة ودبت فيها الغيرة وأكلتها النار القتالة، وكل ما إجا على البيت تحاول تعمل قتالة ويحمل حاله هالرجال ويروح ويطوي ويغيب ويرجع يقعد له كم ساعة ويطلع عن قريب. هيك لبيوم من الأيام إجا وقال لمرته: يا حرمة، ضبي بقشتك وغراضك وتعي وهاتي معك ولادك. هالمخلوقة خافت وقالت له: لا تستعجلني، تركني عم أهلي. وقالت لحالة: أكيد بده يوصلني لعند أهلي. ولعب الفار بيعبها وعرفت إنه ما عاد يحبها. ضبت بأجتها ولمت عزالها وصارت تلف وتدور. بعدين طلعت من البيت وركبت الحنطور وصارت تدور هالأيام براسها وتتذكر وتبكي وتتنهد وتتحسر. هيك لحتى وقف الحنطور ونزلت لابسة البلاي وأوعيها الجدار. وركض هالرجال نزل البقجة والولاد وقرب على باب بيت ما بتعرفه غريب، وهالبيت مش عقيد بيت أهلها قريب. فتح الباب دفشه، ما اندفش قام دزه وفات وندهلها: ويني فوتي يا معزو. رفعت طرف المنديل وفاتت وهي مستغربة: ايه بيت كبير شي بشهي عجبي. قالت: لمين هالبيت ابو عزو؟ مو شايفة قدامي. قال: هذا بيتك الجديد تقبري عظامي، ومن اليوم ورايح كل يوم بسكر محلي وبيجي على بكير، بدي اتعشى معك ونام انا وياكي على الحصير. وليك هالتنكة مثل ما هي ما كبيتها، وحياة عيونك بلاكي العيشة ما حبيتها، وهالدنيا بلاكي شو فيها، والساعة بجنبك بتسوى الدنيا وما فيها، وبيض الله وشو. وهيك عرفنا انه المال اذا انحط بمحله مو قتال صاحبه، والحظ بايدك يا بني ادم، انت بتجيبه بايدك وبتضل صاحبه. والفرصة بتجي للواحد بالعمر يا مرة يا مرتين بالكتير، واللي بيستغل فرصته بهالحياة بيعيش امير. ايه وتصبحوا على خير.